نكمل بقى الشابتر بتاع الاوبيزيتي، ونقول احنا قلنا ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل فيه. في حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم. يعني ايه ميتابوليك سيندروم؟ السيندروم هو مجموعه من الامراض، يعني الديزيز هو مرض انما السيندروم هي مجموعه من الامراض. يبقى الميتابوليك سيندروم هاز 3 اور مور اوف ذا فولوينج ابنورماليتيز. ايه الابنورماليتيز اللي احنا بنقول عليها اللي هنقول ان احنا داخلين في ميتابوليك سيندروم؟ الويست سيركمفرنس اكتر من 102 في الرجاله واكتر من 88 في الستات زي ما قلنا. الدهون الثلاثيه اتليست 150. الهاي دنسيتي لايبوبروتين اقل من 40 في الرجاله واقل من 50 في الستات. طيب البلاد بريشر بتاعهم 135 على 85 او اكتر. احنا المفروض البلاد بريشر الطبيعي بتاعنا هو 120 80. فلو قال زاد الضغط عن 135 على 85 يبقى احنا داخلين في ميتابوليك سيندروم. الفاستنج جلوكوز 100 ميلي جرام او اكتر. 100 او اكتر. لان احنا المفروض الطبيعي بتاعنا من 70 ل 100. فهو لو زاد عن ال 100 يبقى احنا داخلين في الميتابوليك سيندروم. طب الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور اوبيستي. هعمل ايه؟ انا عندي حاله اوبيستي دلوقتي، هبتدي اعالجها ازاي نيوتريشن؟ دايتري موديفيكيشن. اول حاجه ان انا بظبط الوزن بتاع العيان بتاعي وبعمل له فيزيكال اكتيفيتي وبغير اللايف ستايل بتاعه خالص. طيب الدايت بتاعي اهم حاجه ايه اللي بيزود الوزن؟ الكالوريز. فانا بعمل لو كالوريك دايت. الحاجات اللي فيها انرجي زياده بشيلها. مين بشيل؟ الحاجات اللي ملهاش فايده في التغذيه اللي هي الحاجات المقليات اللي فيها دهون عاليه اللي فيها دسم. بشيل الحاجات المسكره اللي فيها سكريات. بقلل من الكربوهيدرات. طيب الانكريز الفيزيكال اكتيفيتي، بلازم الناس دي بتعمل فيزيكال اكتيفيتي. اللايف ستايل موديفيكيشن بتاعهم لازم يتغير، اللايف ستايل لازم يتغير. الناس اللي قاعده على طول مشغله ريموتات ومشغله البتاع ما بتتحركش من مطرحها لازم تتحرك. طيب انا نزلت الوزن دلوقتي فلازم اعمل بريفنشن اوف ويت ريجين، ما يرجعش تاني. ازاي؟ اهم حاجه عندي هي وجبه الفطار. وجبه الفطار هي الوجبه الاساسيه اللي فيها المين كالوريز اللي بتتحرق طول اليوم، اللي الجسم بيقعد يحرقها طول اليوم وما يحسش انه جعان. عشان انا لو ما فطرتش العيان بتاعي الصبح يبقى معناها انه هو هيجي على الساعه 12 واحده كده هيبقى عنده هايبوجلايسيميا جامده، هيعايز ياكل اي حاجه مسكره وعايز ياكل اي حاجه وما بيشبعش، فيبتدي يلخبط في الاكل. فاول حاجه ايتنج بريكفاست اولموست افري داي. بيوزنوا نفسهم كل يوم او كل اسبوع، ثبت لهم ميعاد يتوزنوا فيه، يا كل يوم يا كل اسبوع. بعد كده بنقول ان احنا لينا حاجات لازم بيعملوا فيزيكال اكتيفيتي كل يوم من 60 ل 90 دقيقه في اليوم، وبنثبتها علشان خاطر دايما تحرق، دايما تظبط لي طيب انا عندي دلوقتي البارت اللي جاي نيوتريشنال ان ايتنج ديس اوردرز. انا عندي في حاجه اسمها ايتنج ديس اوردرز. مين بقى؟ Characterized by persistent disturbance of eating or eating related behavior. البيهيفير بتاعي متغير. That result in significantly impaired physical health and psychological function. عندي حاجتين من البيهيفير بتاعي او من الايتنج ديس اوردرز اللي مش طبيعيه في العيانين، اللي هي الانوركسيا نيرفوزا والبوليميا نيرفوزا. من الامراض الشهيره عندنا في السايكاتري هي الانوركسيا والبوليميا. طيب مين الانوركسيا دي؟ ديفينيشن بتاعها restriction of energy intake relative to requirements. يعني العيان بيحاول ان هو ما ياكلش، هو ليه احتياجاته اليوميه؟ لا، بياكل اقل منها بكتير، فبالتالي بيبقى الوزن بتاعه اقل من الوزن. تمام. طيب الايتيولوجي ايه؟ خايف يتخن، tense fear of gaining weight. ممكن ان هو الخايف يتخن ده عايز يبقى دايما رفيع فخايف يتخن فما بياكلش، او ان هو البلغ فالبلوغ غير في شكله، هو مش عاجبه الشكل ده، بالذات بتبقى في البنات بعد البلوغ. طلع لها حاجات في جسمها، زادت من حته، عملت حته، بصت لنفسها في المرايه لقت شكلها مش عاجبها، فبصت
أضربت عن الأكل وبطلت تاكل وقللت الايه الانرجي فبقت رفيعه. طيب الجرينز بتاعت الانوريكسيا نيرفوزا المايلد تبقى اكتر، احنا قلنا ان النحافه بتبتدي من 18 ونص. لو انا دلوقتي اكتر من 17 فبنقول ان البادي ماس اندكس هيبقى مايلد، يبقى دي حاله مايلد من الانوريكسيا. لو احنا اقل وصلنا 16 لاقل من 17 يبقى ده مودريت. لو وصلت من 15 لاقل من 16 ده سيفير، لو اقل من 15 يبقى ده اكستريم انوريكسيا نيرفوزا ولازم تتعالج سريعا. ميديكال نيوتريشن ثيرابي ان انوريكسيا نيرفوزا هنعمل ايه؟ لازم نعمل كنترول للويت جين، لازم نزود الوزن، نزود الوزن بزياده الكالوريز ويت جين، وبعدين نحافظ على الايه الوزن اللي احنا زودناه ده، عشان النورمال جراس بتاع لانه في الغالب بيبقى في الاطفال وفي الادوليسنت، فلازم نعمل نخليهم الكالوريز مظبوطه وعشان النورمال جراس بتاعهم، ونحافظ على الايه النسب بتاعه البروتين والكربوهيدرات والفات. البروتين بتاعهم بيبقى من 15 ل 20% كيلو كالوري، الكربوهيدرات بتبقى من 50 ل 55% من الكالوريز بتاعه اليوم، الفات بتبقى 30%. ولازم نكون ندخل فيها الايه البروتين فيها essential amino acids اللي هي بروتينات حيوانيه، والفات يبقى فيها essential fatty acids عشان الوظائف المختلفه بتاعه الجسم. طيب البوليميا، البوليميا الديفينيشن بتاعها ايه؟ دولت بيبقى في عندهم recurrent episodes of binge eating at least once a week for 3 months. بيبقوا بياكلوا بطريقة كتير قوي غير طبيعية، بتبقى مرة في الأسبوع على الأقل 3 شهور. دي associated with recurrent inappropriate compensatory behavior in order to prevent weight gain. مش عارفين يتحكموا في، بيبتدي يزيدوا في الاكل بتاعهم مش عارفين يتحكموا فيه، فعايزين يعملوا فرامل عشان الوزن بتاعهم ما يزيدش، يوم يعملوا سيلف انديوس فومتنج يحطوا صباعهم في بقهم ويرجعوا، او يستعملوا استعمال خاطئ للملينات او مدرات البول او الادويه، او يصوموا بعديها، او يعملوا اكسرسايز عنيف جدا عشان الوزن بتاعهم ما يزيدش. طيب انا عندي الابيسودز بقى بتاعه البنج ايتينج كاركترز دولت ايه؟ لو انا ايتينج في البيريود يعني مثلا 2 اورز بيريود كنت فود از يعني احنا عندنا ايه الليك اوف كنترول، مش عارفين يعملوا كنترول للايتينج بتاعهم، فاحنا بنتابع هم كل قد ايه بياكلوا وقد ايه في الاسبوع عشان نعمل فرامل، والجريدز بتاعتهم قد ايه. لو هم مايلد يعني الحكايه دي بتحصل لهم مره لثلاث مرات كل اسبوع ده بيبقى مايلد، لو مودريت من 4 لـ 7 ده بيبقى في الاسبوع دي بتبقى مودريت، لو هم من 8 لـ 13 يبقى ده سيفير، لو الاكستريم اكتر من 14 مره في الاسبوع يعني حوالي مرتين في اليوم. طيب انا عندي الجايد لاينز بقى اللي في الايه الثيرابي، مونيتور البودي ويت، لازم اخد بالي من الوزن بتاعهم، واخد بالي كمان من نوعيه الاكل بتاعتهم، الماكرو نيوترينز اللي هي البروتين والكربوهيدرات والفات، فلازم الكالوريز بتاعتهم اظبطها، والاظبط تكون منها من 15 ل 20% منهم بروتين، ولازم يبقى فيه هاي بيولوجيكال فاليو سورسز اللي هي البروتينات الحيوانية تبقى نسبة كبيرة من الأكل بتاعهم. الكربوهيدرات بتبقى من 50 لـ 55%، وبتبقى فيها بنديهم فايبرز عشان نمنع الإفساد، نمنع الكونستيبيشن. الفات بتاعتهم برضو بيبقى فيها essential fatty acids وبتبقى 30% من الكالوريز. بنديهم سوائل كتير بالنسبة للمايكرونيوترينز بنديهم 100% recommended daily allowance للمالتي فيتامينز والمينرالز، لو ما كانوش بياخدوهم في الاكل بتاعهم لازم نديهم سبلمنت. تمام،
ولو الناس دي عندها امساك ما بنديهمش ايرن، ما بنديهمش سبلمنت ايرن، بنديهم الايرن من الاكل، بنديهم كبده، بنديهم لحمه، بنديهم خضار ليه ورق اخضر، بنديهم خرشوف، بنديهم بلح، الحاجات اللي فيها حديد كتير بنعتمد عليها في الاكل، انما بالنسبه للسبلمنت بنبعد عنه عشان الحديد بيكون امساك. بعد كده هندخل في حته ايه، الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور كارديوفاسكولار ديزيزز، القلب والاوعيه الدمويه، ايه نوعيه الاكل اللي هياخدوه. الكارديوفاسكولار ديزيزز بنقول affect the heart and the blood vessels are the number one cause of death globally. دي من الحاجات الأساسية في الوفيات، لأمراض القلب والشرايين، الأوعية الدموية. بتدخل ضمنها إيه؟ تدخل ضمنها الديسليبيديميا اللي هي زيادة الدهون في الدم، تدخل فيها الارتفاع ضغط الدم، هايبرتنشن، هارت فيلير، هبوط في القلب، فشل في القلب يعني في أداء وظائفه، coronary heart diseases الأمراض الشرايين التاجية، الكارديوفاسكولار ديزيزز اللي هي الستروكس اللي هم ايه يجيلهم كوما او يجيلهم جلطات ويقع. الديسليبيديميا الديفينيشن بتاعها بنقول ان هي abnormalities in structure or abnormal amount of lipids and lipoproteins in blood، الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثيه والحاجات دي في الايه في الدم، يا اما في تكوينات يا اما في الايه الاماونت كميات. بالنسبة لليو اس ناشونال كوليسترول ايديوكيشن بروجرام ديفاين ديسليبيديميا از فاليوز بيوند ذا اوبتيمال ليبيد فاليو، يعني زيادة عن الطبيعي، زيادة عن الليميتس الطبيعية. ميديكال نيوتريشن ثيرابي فور ديسليبيديميا، انا عندي دهون زيادة فلازم ان انا اقلل الدهون دي، اقللها بالاكل بالهيلثي دايت، اقللها بتشينج اللايف ستايل، لازم يعملوا فيزيكال اكتيفيتي، لازم يقللوا السجاير والستريس، ونحاول ان احنا نعمل لهم هيلثي دايت. هيلثي دايت في فايبرز عاليه، في بقوليات، في بروتين، في فاكهه، في خضار، بنقلل الفات اللي في الاكل، بنزود الفايبرز، بالنسبه ليه الميديكيشن بالنسبه للادويه دي بنسيبها للدكتور هو اللي يظبطها، بس احنا بنظبط الاكل، والاكل لازم يبقى individualized، يعني كل عيان ليه الاكل بتاعه حسب كميه الدهون اللي عنده، حسب اللايف ستايل بتاعه، حسب شغله قد ايه، حسب سنه قد ايه، هو ست ولا راجل، كل واحد لازم يبقى ليه البلان بتاعه، الدايتري بلان بتاعه. والكالوريز والحاجه بتبقى بيزد، بتبقى مع الفيزيشن، يعني الدايتيشن مع الفيزيشن. طيب دي بالنسبه للهايبرليبيديميا. بالنسبه للهايبرتنشن، هايبر قلنا يعني الديسليبيديميا، الهايبر يعني زياده، زياده في التنشن، زياده في ضغط الدم، يبقى بنقول انها ده الهايبرتنشن از elevation of blood pressure more than normal value، اكتر النورمال فاليو بتاعنا 120 على 80، فلازم يبقى لو هو اكتر من 120 على 80 بنسميه هايبرتنشن. طيب الريسك فاكتورز انكلود ايه؟ لو انا دلوقتي ريسك فاكتورز السنترال اوبيستي، الانسولين ريزيستنس، الديابيتس، اللو فيزيكال اكتيفيتي، الاستريس، هاي سولت انتيك، كل الحاجات دي بتشجع على وجود الهايبرتنشن، وجود الضغط الدم. لو انا تخينه بالذات السنترال اوبيستي في منطقه البطن، او عندي انسولين ريزيستنس الانسولين ما بيشتغلش، او اللي عندي سكر، او ما بعملش فيزيكال اكتيفيتي كويس، او على طول اندر ستريس، او باكل املاح كتير، او بشرب خمور كتير، او ان انا باخد ميديكيشنز، في عندي ادويه معروفه انها بتزود الضغط، ودي لازم بنسال برضو عليها العيان بتاعنا تاخد ادويه ايه، لان انا عندي الحاجات الدي كونجستد كلها ادويه الانفلونزا، ادويه الانفلونزا دي كلها بتعلي الضغط لانها بتعمل دي كونجشن للبلاد فيسلز، كل الحاجات اللي هي ضد الالتهابات سواء كانت فيها كورتيزون او نان كورتيزون، الانسيد اللي هي زي الاسبرين والبنادول والكلام ده والفولتارين والكلام ده ما فيهاش كورتيزون، والحاجات اللي فيها ستيرويدز اللي فيها كورتيزون، كمان في الكونتراسبتيف بيلز اللي هي راس منع الحمل، كل الحاجات دي بتشترك انها بتبقى الناس اللي
بتستعملها بيبقوا عندهم هاي ريسك لانهم يدخلوا في الهايبر. طيب الميديكال نيوتريشن ثيرابي ان هايبر تنشن بنقول حاجه اسمها الداش دايت. الداش دايت اللي هو دايتري ابروتش تو ستوب هايبر تنشن. دول الدايت بتاعهم ده عباره عن ايه؟ بتبقى بيعتمد على الخضار والفاكهه اكتر، الهول جرينز اللي هو الحبوب الكامنه زي القمح والحاجات دي. دي بنقول ان هي ريتش من البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والفايبرز والبروتين. الهول جرينز دي بتبقى ريتش في الحاجات دي كلها، فلازم ما نغفلهاش. والبقوليات غير الحبوب، بقول غير البقوليات اللي هي الفول والعدس والبسله والفاصوليا، انما الهول جرينز اللي هي زي البليله والحاجات دي. طيب including fat low fat dairy products، ما بنقولش skim milk، ما بنقولش خالية الدسم، لا بنقول دسم قليل. ليه؟ لأن الخالي الدسم بيمنع امتصاص الفيتامين دي، فندخل في مشكلة تانية من المشاكل التغذوية. فإحنا بناخد، ما بناخدش الفول كريم، لا إحنا بناخد اللو فات ديري برودكتس، بناكل الفيش، بناكل البولتري، البينز، النتس، الفيجيتابل اويلز. فيجيتابل اويلز بقى اللي هي إيه؟ اللي زيت زيتون، زيت عباد الشمس، زيت الذرة. ليميتنج فودز that are high in saturated fat، قلنا ان احنا ما بننصحش بالدهون المشبعه. تمام، الدهون المشبعه بنشيلها بنستبدلها بالدهون الغير مشبعه، وسواء كانت الدهون المشبعه دي دهون نباتيه او حيوانيه، لان احنا قلنا ان في النباتيات برضو دهون مشبعه اللي هي البالم والكوكونات اللي هو زيت النخيل وزيت جوز الهند. limiting sugar sweetened beverages and sweets، السكر الفايده بتاعته كلها ان طعمها حلو، انما في التغذيه ملهاش فايده غير ان طعمها حلو بتزود الوزن، فدي بنعمل لها ليميتيشن. لو صوديوم انتيك، بنقلل الايه الصوديوم، لان عدو الضغط هو السكر الصوديوم، ومش الصوديوم بس الملح اللي احنا بنحطه على الاكل، لا اي حاجه فيها صوديوم. اي حاجه يعني ايه؟ يعني المخللات، الملح، الاكل، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، لان هنلاقي على الليبل بتاعها في صوديوم بنزويت، صوديوم نيتريت، صوديوم بتبقى فيها صوديوم، المخبوزات بتبقى صوديوم بايكربونيت، يعني مش بس الملح اللي احنا بنحطه على الاكل، لا ليميتيشن لكل الصوديوم اللي بياكله مريض الايه الضغط. لازم يدخل ده كل ده بننظم الاكل لسه. بعد كده نقول له لازم فيزيكال اكتيفيتي ومنتيني هيلثي ويت، وزنك ما يزيدش، والالكول نعمل ليميتيشن، والايه الاستريس نحاول ان احنا نهدي العيان بتاعنا، يا اما نهديه بالاكسرسايزز او نهديه بالميديكيشنز. المهم ان هو لازم يهدى لان الاستريس بيزود الضغط. ندخل في حاجه تانية بقى للهارت فيلير، هبوط او فشل في القلب. الديفينيشن بتاعه الهارت فيلير is a condition that occur when the heart is unable to pump enough blood to meet the metabolic demands of the body. وظيفة القلب ان هو يضخ الدم ويوزعه على الجسم. الدم القلب ده ضعيف لدرجة ان هو مش قادر يقوم بالايه بالوظيفة بتاعته كمضخة للدم. فبنسميه هارت فيلير. ميديكال نيوتريشن لازم بتوع الضغط الهارت فيلير دولت بنلاقي ان عندهم ضغط عالي. فلازم نظبط الضغط. نظبط السكر ونظبط الدهون ونظبط السولت الصوديوم ونديهم هيلثي فود ونديهم فايبرز كتير من الخضار والفاكهه. وبالنسبه للفلويدز لازم نسال الدكتور، لان ساعات ان احنا لما نزود الفلويدز قوي بنعمل اوفرلود على القلب فيفشل زياده، فلازم نبقى ان كونتاكت مع الفيزيشن. بالنسبه للفلويدز لازم نشوف الهيلثي ويت، ولا هو زياده ولا هو قليل، ونقرا نعلم العيان ان هو يقرا الليبل بتاعه كل حاجه بيشتريها، الليبل معمول فيها ايه عشان يشيل الحاجات اللي فيها صوديوم ما ياكلهاش. اكسرسايز ريجولرلي، لازم يعمل اكسرسايز. لازم نشيل خالص من القاموس بتاعه الخمور والايه والتدخين. تمام، في عندي جزء مهم جدا بعد كده هنبتدي نتكلم فيه هو الانيميا، بس هنتكلم فيه في الجزء اللي جاي ان شاء الله. وبنشكركم طبعا على استماعكم، ويا ريت تذاكروا كويس.